سورة قال عنها الإمام الشافعي: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا لا يتفرقون إلا على هذه السورة، كأنها جامعة مانعة. هي سورة العصر، الله جل جلاله يقسم بالعصر فقال: والعصر، الواو واو القسم. لماذا؟ ليلفت نظرنا إلى أن أخطر شيء في حياتنا الوقت. ذلك أن لإمام تابعي جليل، لهذا الإمام الجليل تعريف للإنسان ما وجدت تعريفاً أدق منه، قال: الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. أنت بضعة أيام، لك أن تقول أو مجموع ساعات أو دقائق أو ثواني، وانظر إلى عقرب الساعة، أية حركة يتحركها هذه الحركة نقصان من عمرك، لأن النهاية الأخيرة ثابتة، في نهاية ثابتة وأنت متحرك نحوها. إذاً أي دقيقة، أي ثانية، أي ساعة، أي يوم، أي أسبوع، أي شهر، أي سنة، كلما انقضت انقضى بضع منك. الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك. فأنت زمن، أو أثمن شيء تملكه هو الزمن. أيها الأخوة، الله عز وجل قال: والعصر. لكن قبل أن أذكر شرح هذه الآية، لا بد من وقفة متأنية حول الزمن. النقطة إذا حركناها رسمت خطاً، الخط إذا حركناه رسم سطحاً، السطح إذا حركناه شكل حجماً. الحجم يعني شيء له طول وعرض وارتفاع، أي له أبعاد ثلاثة. فإذا حركنا هذا الحجم شكل زمناً. لذلك قالوا: الزمن هو البعد الرابع للأشياء، أو هو مقياس نقيس به الشيء المتحرك أو الشيء المتغير. لو نبتة تنمو تتغير من فسيلة إلى أكبر إلى أكبر إلى شجرة، فالشيء المتغير أو الشيء المتحرك يقاس بالزمن، أو هو البعد الرابع للأشياء. ولأنك أيها الإنسان زمن، بتعريف الإمام الحسن البصري، لأنك أيها الإنسان بضعة أيام، وكلما انقضى يوم انقضى بضع منك، أقسم الله لك أيها المخلوق الأول، أقسم بحقيقتك، قال: والعصر. الآن ننتظر جواب القسم. الله عز وجل هو الذي أقسم، والعصر مقسم به. جواب القسم: إن الإنسان لفي خسر. إلهنا، ربنا، خالقنا يقسم لنا أننا خاسرون. قال بعض العلماء: خاسرون بمعنى أن مضي الزمن وحده يستهلكنا، مضي الزمن وحده يستهلكنا. والعصر، إن الإنسان لفي خسر. هذا الوقت يمضي شئنا أم أبينا، أحببنا أم كرهنا، الزمن لا يتوقف. فالإنسان خاسر لأن الزمن لا يرجع إلى الوراء، والزمن لا يمكن أن تستعيده. ولكن
السؤال، هذا الزمن الذي هو أنت، هذا الزمن الذي هو أثمن ما تملك، هذا الزمن الذي هو رأس مالك، كيف تنفقه؟ النقطة الدقيقة، هذا الزمن إما أن تنفقه إنفاقاً استهلاكياً كشأن معظم الناس في الأرض، أو أن تنفقه إنفاقاً استثمارياً، معك مبلغ تنفق من هذا المبلغ، هذا المبلغ رأس مالك بعد حين ينتهي. أما إذا تاجرت بهذا المبلغ وأنفقت من الأرباح مبلغ ثابت، فالبطولة لا أن تنفق من مكوناتك أيها الإنسان، بل أن تنفق من مدخراتك، من أرباحك. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الخسارة مضي الزمن وحده يستهلكك، لأنك بضعة أيام، وكل من قضى يوم انقضى بضع منك، فأنت زمن. يعني كلما أمشي في الطريق أقرأ نعوة أقول هذه الحكمة: اعلم أيها الإنسان أن ملك الموت قد تخطاك إلى غيرك. إذا قرأت نعوة اعلم يقيناً أن ملك الموت قد تخطاك إلى غيرك، وسيتخطى غيرك إليك. يعني الإنسان يقرأ كل يوم عدة نعوات، لكن في أحد الأيام لا بد من أن يقرأ الناس نعوته، من بيت إلى قبر، من حرية حركة إلى حساب دقيق. لما أنفقت هذا المال؟ لما أخذت هذا المال؟ لما طلقت زوجتك؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ولا أرى إنساناً أكثر بطولة ممن يعد لله عز وجل جواباً عن كل سؤال: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والعصر إن الإنسان لفي خسر، جواب القسم من خالق الإنسان: أنت خاسر، لأنك زمن ومضي الزمن وحده يستهلكك. إلا أن رحمة الله في إلا، في هذا الاستثناء. ما بعد إلا أربعة أركان هي أركان النجاة. بإمكانك أن تنجو من الخسارة بهذه الأركان الأربعة: إلا الذين آمنوا. الإيمان الحقيقي، هذا الإيمان الذي سمعته ممن حولك وأنت صغير، هذا لا يسمى إيماناً، لأن الله عز وجل لم يقل فقل لا إله إلا الله، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم يحتاج إلى بحث وإلى درس وإلى دليل وإلى شاهد وإلى يقين. أخواننا الكرام، يعني الإنسان أمام المقولات في عدة حالات: في مقولة وهم، يعني احتمال صوابها 30% وهم، في مقولة شك احتمال صوابها 50%، في ظن احتمال صوابها 70%، في غلبة ظن احتمال صوابها 90%، في قطع يقين. هذا المعول عليه، لا تقبل شيئاً إلا يقيناً.
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. علم اليقين يعني لو أنه إنسان لا سمح الله ولا قدر يركب مركبة بطريق هابطة والهبوط والميلان شديد جداً، وهذه الطريق الهابطة تنتهي بمنعطف حاد والمكابح تعطلت، ماذا يقول قائد هذه المركبة؟ يقول لك انتهينا، رحنا، متنا. لم يموت بعد، بس الموت محقق صار، سرعة متزايدة وحادة، وينتهي الطريق بمنعطف حاد، لا يمكن لهذه المركبة أن تدار مع هذا المنعطف. فيا أيها الإخوة، البطولة أن تعيش المستقبل، لأن معظم الناس يعيشون الماضي والحاضر، أما المستقبل في حدث خطير اسمه المغادرة. يعني في بعض الدول ذات الدخل الوفير، إذا إنسان له عقد في هذه الدولة أحياناً يكتب على جوازه خروج بلا عودة، ينخلع قلبه لهذه العبارة. ونحن جميعاً من دون استثناء لا بد من يوم في خروج بلا عودة إلى القبر. يعني الإنسان يدخل إلى بيته ويخرج مئات المرات، ألوف المرات، يدخل قائماً ويخرج قائماً، إلا في يوم واحد يخرج أفقياً في نعش. لذلك صلي كما قرأت مرة في المغرب، لافتة على محل تجاري، صلي قبل أن يصلى عليك. لا بد من أن تدخل المسجد في النهاية، لكن أحياناً ليصلى عليك. فالبطولة أن تصلي قبل أن يصلى عليك. فأنت يجب أن تشعر بالوقت، أنت زمن، وأثمن شيء في هذا الزمن أن ينفق إنفاق دقيق استثماري، لا إنفاق استهلاكي. كيف ينفق إنفاقاً استثمارياً؟ سؤال. حينما تفعل في هذا الزمن الذي سينقضي عملاً ينفعك بعد انقضاء الزمن، إذا فعلت شيئاً في هذا الزمن الذي سينقضي فعلت شيئاً ينفعك بعد انقضاء الزمن، هذا العمل استثمار. أما إذا فعلت شيئاً ليس له أثر مستقبلي، أكلت طعام نفيس، سافرت، تمتعت بجمال الطبيعة، كل متع الأرض تنتهي، متعة مؤقتة. فالبطولة أن تأتي إلى الدنيا وأن تعد ثمن الآخرة، هذا هو الذكاء، هذا هو العقل، هذا هو النجاح، هذا هو الفلاح، هذا هو التفوق. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا، يعني الذين آمنوا. يعني سؤال قد يكون في إحراج، متى آمنت؟ عن أي عالم أخذت العلم؟ ما الكتاب الذي قرأت؟ ما المعهد الشرعي الذي انتسبت؟ كيف أصبحت عالماً؟ يعني الإنسان لا يرضى عن دخله أبداً، لكن ما رأيت واحداً من الناس إلا وهو راضٍ عن عقله وعن طريقة فهمه للأشياء. لا بد من أن تطلب العلم. وقد قيل من لم يأخذ العلم عن الرجال فهو ينتقل من محال إلى محال. لا بد من طلب العلم. من أنت؟ لماذا أنت في الدنيا؟
ماذا بعد الموت؟ ماذا ما في يوم القيامة من أحداث؟ أين كنت قبل أن تولد؟ أسئلة كبيرة. هذه معالم الدين، هذه كليات الدين، لا بد من أن تعرفها. لذلك أيها الإخوة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. لا بد من أن تقتطع من وقتك الثمين وقتاً لمعرفة الله. أصل الدين معرفة الله. لا بد من أن تقتطع من وقتك الثمين وقتاً لمعرفة الله. يعني مجلس العلم تحضر أو لا تحضر، الأمر غير ذلك. كيف أن وجبات الطعام لا بد من أن تأكل كل يوم ثلاث وجبات؟ يمكن شراء وردة موضوع استثنائي، تشتري أو لا تشتري، أما تناول الطعام فرض لبقائك حياً. فإذا علمت يقيناً أن طلب العلم فرض لا بد منه من أجل أن تتحرك وفق منهج الله، من أجل أن تنطلق بنور الله، من أجل أن تعرف الحلال والحرام، الخير والشر، ما يجوز وما لا يجوز، من أجل أن تعرف موقعك من الدين، موقعك من مرضاة الله عز وجل، من أجل أن تعرف على ماذا أنت قادم. لذلك إلا الذين آمنوا. والإيمان دقيق، من دون عمل لا قيمة له إطلاقاً، لأن إبليس قال ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إبليس آمن بعزة الله وآمن بالآخرة، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، ومع ذلك هو إبليس. لكن ماذا قال الله عز وجل؟ فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. دقيق. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. إبليس آمن بالله لكن ما آمن به عظيماً. فأنت إذا تفكرت في خلق السماوات والأرض من أجل أن تؤمن بالله عظيماً، والتفكر في خلق السماوات والأرض أوسع باب ندخل منه على الله وأقصر طريق إلى الله. وفي بالقرآن 1300 آية كونية تتحدث عن الكون والحياة والإنسان، فلا بد من أن تتفكر في هذه الآيات من أجل أن تعرفه. يعني إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في معصية الآمر. المشكلة الكبرى أن معظم المسلمين خلال دراساتهم وانتمائهم للمدارس تعلموا الحلال والحرام والفرائض والسنن والواجبات، لكن أن تعرف الله، أن تعرف من هو الآمر، من هذا الإله العظيم الذي أمرني، وماذا يعني أنه أمرني، وماذا يعني أنه نهاني، وماذا أعد لي بعد الموت، وماذا ينتظرني من مكافأة إذا أطعته، وماذا ينتظر العاصي إذا عصاه. هذه حقائق كبرى لا بد من أن تعلمها علم اليقين. فيا أيها الإخوة الكرام، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. يعني الدعوة إلى الله فرض عين، كفرض عين في حدود ما تعلم ومع من تعرف فقط، في حدود ما تعلم ومع من تعرف. أما فرض الكفاية هذا الفرض يحتاج إلى تبحر وتعمق وتفرغ، هذا الفرض إذا قام به البعض سقط عن الكل. أما فرض العين على كل واحد منكم أن يتعلم وأن يعلم.
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هو بقى الصبر، تصبروا على طلب العلم، وتصبروا على تنفيذ ما تعلمت، تطبيق ما تعلمت، وتصبروا على الدعوة إلى الله عز وجل في حدود ما تعلم. الصبر على الثلاثة: الطلب، والتطبيق، والدعوة. فهذه السورة على قصرها سورة أصل في حياة الإنسان. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين.